الرئيس السيسي يشدد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل الواقع الإقليمي المضطرب. والجيش اللبناني يسير دوريات للبحث عن مطلق النار خلال مظاهرة في بيروت. إنها 3 عصرا الواحدة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز في القاهرة. مشاهدين أهلا بكم، أنا أحمد بشتو ومعي زميلتي إيمان الحويزي. إيمان أهلا بك. أهلا بك أحمد، شكرا لك. ومشاهدين الكرام أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك على نحو يحفظ الأمن المائي المصري وكذلك يحقق مصالح جميع الأطراف ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، أخذا في الاعتبار ضرورة استمرار المجتمع الدولي في الاضلاع بدور جاد في هذا الملف، فضلا عن إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في عملية المفاوضات، بما يتسق مع البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون، تم التباحث حول أبرز ملفات العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، خاصة على صعيد التعاون في مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تنشيط حركة السياحة البريطانية الوافدة إلى مصر. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال ناقش الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة غلاسكو للدورة القادمة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، حيث تم التوافق على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين لضمان الخروج بنتائج إيجابية من هذه الدورة على نحو يعزز من عمل المجتمع الدولي، وفي ضوء أهمية الدور المصري في قضايا المناخ على الصعيد الإقليمي، فضلا عن سعي مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال عام 2022. كما تم التوافق على دعم المسار السياسي القائم في ليبيا وصولا إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية. في سياق آخر، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على متانة العلاقات الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات، لا سيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة. وخلال لقائه السناتور روبرت مندنينز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات، وموقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء تطرق إلى التطورات الراهنة على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، حيث تم التوافق حول أهمية الإسراع في التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات. وأشار المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه تم التباحث أيضا حول مستجدات قضية سد النهضة في ضوء التنسيق القائم والمستمر بين البلدين في هذا الشأن، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية الالتزام بتطبيق ما ورد في البيان الرئاسي الأخير لمجلس الأمن من امتثال الأطراف للتوصل لاتفاق قانوني منصف وملزم خلال فترة وجيزة يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد وبما يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف. من جانبه، أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي على الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، مثمنا المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين، ومشيرا إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، فضلا عن كونها شريكا محوريا للولايات المتحدة في هذه المنطقة.
استقبل وزير الخارجية سامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السناتور روبرت مانينديز. تناول اللقاء عددا من الملفات محل الاهتمام المشترك، فضلا عن التعاون الثنائي بين البلدين في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما. كما تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية. شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقيتين بشأن مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تبلغ 500 ميجاوات في منطقة خليج السويس بين وزارة الكهرباء وتحالف عدة شركات عالمية. من جانبه أشار وزير الكهرباء محمد شاكر إلى أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 600 مليون دولار أمريكي، لافتا إلى أنه من المتوقع تحقيق التشغيل التجاري للمشروع في عام 2024. وأضاف شاكر أن المشروع يقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنحو مليون طن سنويا تقريبا، مع توفير نحو 1100 فرصة عمل مباشرة أثناء فترة الإنشاء. شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاقية إنتاج الهيدروجين الأخضر بكميات تتراوح بين 50 إلى 100 ميجاوات كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء، وذلك بين صندوق مصر السيادي وعدد من الشركات. وبموجب الاتفاقية ستتولى شركة نرويجية إقامة وتشغيل منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث سيتم توريدها للشركة المصرية للصناعات الأساسية، والتي ستقوم باستخدام الهيدروجين الأخضر كمادة وسيطة تكميلية لإنتاج أكثر من 45 طنا متريا من الأمونيا الخضراء سنويا بموجب عقد لشراء طويل الأجل. في سياق متصل، عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع ريموند كارلسن الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة وسفيرة النرويج لدى القاهرة وممثلي شركتي أوراسكوم للإنشاءات وماتيتو لإدارة ومعالجة المياه، وذلك لمتابعة ما سبق طرحه من فرص للتعاون في مجال تحلية مياه البحر باستخدام الطاقة المتجددة ومجال إنتاج الهيدروجين الأخضر. وخلال اللقاء أكد رئيس الوزراء على ترحيب الحكومة المصرية بالتعاون مع هذه الشركات من أجل تنفيذ عدد من المشروعات في مصر في مجالي تحلية مياه البحر وإنتاج الطاقة المتجددة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل دوري كل ما يتم مناقشته من مجالات تعاون مع الشركات الجادة الراغبة في الاستثمار في مصر، لا سيما في القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية. كما أكد مدبولي على أن الدولة تولي اهتماما خاصا لزيادة كميات المياه المحلاة بوتيرة متسارعة بعدما تمكنت خلال 4 سنوات من مضاعفة إنتاجيتها 10 مرات. شهدت سماء مصر عددا من العروض في إطار احتفال القوات الجوية بعيدها 89 على إنشائها، والتي عكست مستوى الكفاءة والتدريب الذي تتمتع به. وهنأ الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية الذي وافق ذكرى يوم 14 من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. لإقلاعهم وهجوا البروق الخاطفة، ولتحقيقهم صدى صوت العاصفة. لزئير طائراتهم قوة الرعد، ولضرباتهم الموجعة وقع الزلزلة. إن لمحتهم تراهم نسوراً تدور في فلك البطولة والفداء، وإن واجهتهم وجدتهم وحوشاً تحلق في مدارات السماء إلى العلا ينبوه، وحين ينقضون
لا مفر ولا مهرب. إنهم وبحق نسور القوات الجوية المصرية. في إطار احتفال القوات الجوية بعيدها 89 على إنشائها، نفذت عدداً من العروض الجوية في سماء مصر، والتي عكست مستوى الكفاءة والتدريب الراقي الذي يتمتع به نسور الجو، حيث أكد الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية أن القوات الجوية ماضية في طريقها نحو التطوير والتحديث المستمر، وذلك وفقاً لأحدث النظم القتالية العالمية، لتكون دائماً على استعداد تام للدفاع عن سماء مصر. وهنأ الفريق محمد عباس حلمي رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيد القوات الجوية، والذي يوافق ذكرى يوم 14 من أكتوبر لعام 1973، والذي سطر فيه رجال القوات الجوية واحدة من أهم الملاحم البطولية المعروفة بمعركة المنصورة. جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد بمناسبة الاحتفال بعيد القوات الجوية. وكانت حرب أكتوبر المجيدة التي قدم فيها شعب مصر العظيم عطاء وتضحيات تتحدى كل خيال، وضرب فيها رجال القوات الجوية أروع الأمثلة في تحدي وإصرار على تغيير الواقع، فكان لها الدور البارز في المرحلة الافتتاحية لحرب أكتوبر، واستمرت أعمار قتال القوات الجوية حتى انتهاء الحرب. ففي يوم 14 من شهر أكتوبر، حين دارت أطول المعارك الجوية في التاريخ الحديث باشتراك أعداد كبيرة من طائرات الجانبين، وليكون هذا اليوم الخالد عيداً للقوات الجوية المصرية وحتى يومنا هذا. وأشار إلى أن القوات الجوية تمتلك قدرات قتالية هائلة ومتنوعة، وتضم أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات. كما حرصت القوات الجوية على أن تتم أعمال التحديث والتطوير للبنية التحتية والتجهيزات الهندسية للقواعد الجوية والمطارات والوحدات الفنية والإدارية، ولتكون متوائمة مع ما تم تطويره في المعدات في ظل منظومة متكاملة للتأمين الفني. وأكد قائد القوات الجوية على الدعم المستمر الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للقوات الجوية لتطوير وتحديث قدراتها، خاصة فيما يتعلق بنظم وأساليب القتال الجوي، وأن القوات الجوية تعمل على مدار الساعة وفي مختلف الظروف. وليصبح بفضل من الله لجيش مصر قوات جوية أبية تعمل على مدار الساعة وفي كل الظروف، قادرة على الوصول إلى أبعد مدى وفي أسرع وقت لتأمين المصالح المصرية في ظل كافة التحديات والتهديدات، ومجابهة كل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمراء التي رسمتها الدولة المصرية. مجدداً العهد للشعب المصري العظيم ولقيادتنا السياسية والعسكرية. ونجدد عهدنا لشعب مصر العظيم ولقيادتنا السياسية والعسكرية بأن تظل قواتكم الجوية على هبة الاستعداد على مدار الساعة لتنفيذ المهام بكفاءة ودقة، ولنكون بحق جندا من جند مصر الذين هم خير أجناد الأرض. مؤكدا أن رجال القوات الجوية سيظلون مقتدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من شهدائنا الأبرار، كما أننا لم ولن ننسى رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه وقضوا نحبهم شهداء عند ربهم يرزقون، الذين قدموا أغلى ما لديهم في سبيل الله لتحيا مصر بإذن الله آمنة مستقرة في عزة وإباء أبد الدهر، محافظين على أعلى درجات الاستعداد القتالي لتنفيذ مهامهم التي تسند إليهم بكفاءة واقتدار لتصون وتحمي مقدرات الوطن. أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشيل عون أجرى اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش، وذلك لمتابعة الوضع الأمني في منطقة الصيونة ببيروت بعد واقعة إطلاق النار التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. أشارت الرئاسة اللبنانية إلى أن الاتصال تناول أيضا سبل معالجة هذا الوضع تمهيدا لإعادة الهدوء إلى المنطقة.
من جانبه دعا رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء ما سماها بالفتنة. وأوضحت الحكومة اللبنانية في بيان لها أن ميقاتي تابع مع قائد الجيش اللبناني الإجراءات للسيطرة على الأوضاع في المنطقة. وأشار البيان إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي اللبناني لبحث الوضع الراهن في العاصمة بيروت. أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الجيش اللبناني ماض في إجراءاته الميدانية لمعالجة الأوضاع وإعادة بسط الأمن وتوقيف المتورطين في هذه الأحداث وإحالتهم إلى القضاء. وكان ميقاتي انتقل إلى مقر وزارة الدفاع حيث استقبله وزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، ثم انتقلوا إلى غرفة العمليات لقيادة الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع من قائد الجيش وأعضاء مجلس القيادة. من جانبه بدأ الجيش اللبناني في تسيير دوريات في شوارع منطقة الطيونة في بيروت للبحث عن مرتكبي واقعة إطلاق النار التي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وطلب الجيش اللبناني على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر من المدنيين إخلاء الشوارع. في شأن آخر، بدأت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال الدورة 32 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة. وأكد السفير كمال حسن الأمين العام المساعد للقطاع الاقتصادي في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام للجامعة، أكد أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد بعد عام ونصف العام من التواصل عن بعد بسبب جائحة كورونا. تطرق في كلمته إلى استضافة مصر لأعمال الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والمقرر عقدها العام المقبل. وأشار في هذا الصدد إلى أن هذا الأمر يأتي إدراكا من مصر للأهمية التي يمثلها تحسين المناخ لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام. للمزيد من المتابعة انضم إلينا مباشرة عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز. عوض، أهلا بك مجددا معنا في هذه الجولة الإخبارية. إذن الاجتماع بالفعل بدأ ويبدو أن هناك تصريحات مهمة جدا عن مسألة المناخ وعن الجهود المصرية أيضا في هذا الشأن. ماذا لديك من تفاصيل عوض؟ طيب، عاد إلينا مرة أخرى الزميل عوض الغنام. عوض، إذا كنت تسمعني الآن كنت أسألك عن أبرز التصريحات التي خرجت من اجتماع الوزراء المعنيين بشؤون البيئة في الجامعة العربية. نعم إيمان، ربما التصريح الأهم حتى هذه اللحظة هي الكلمة التي ألقاها اليوم الأمين العام جامعة الدول العربية أمام الجلسة الافتتاحية، والتي أكد فيها على أنه لم يعد من الرفاهية الاهتمام بقضايا البيئة وشؤون البيئة، بل بالعكس أصبحت البيئة جزء مهم من اهتمام البشرية. 7 مليار من البشر باتوا مهتمين للغاية بقضايا البيئة لما ينعكس ذلك سلبا أو إيجابا على حياتهم. ضاربا المثل بالآتي، بالأمس كان هناك اجتماع في الصين للتنوع البيئي، اليوم تستضيف القاهرة اجتماع وزراء البيئة العرب، وبالأسبوع الماضي كانت القاهرة أيضا تستضيف مؤتمر دول من أجل المتوسط حول البيئة، وقبل مغادرة هذا الشهر ستستضيف بريطانيا الاتفاقية أو الاجتماع السادس قبل أول 20 الخاص باتفاقية باريس. فبالتالي أصبحت قضايا البيئة قضايا ملحة للغاية. إذا ما عدنا للأجواء الخاصة باجتماعات اليوم وزراء البيئة العرب،
ترأست مصر هذه الدورة الجديدة، وكانت لوزيرة البيئة كلمة مهمة للغاية، تحدثت فيها بالتفصيل عن رؤية مصر للتعامل مع القضايا البيئية، مؤكدا بأن مصر لديها رؤية عظيمة في هذا الاتجاه ضاربة المثل بعدة محاور. المحور الأول الخاص بالقضايا أو بالتعامل مع القضايا الملحة في الريف تحت المشروع القومي حياة كريمة، والذي يتعامل مع القضايا البيئية بكل إشكالياتها من أجل جودة حياة المصريين. نتحدث عن 60 مليون مصري في هذا الاتجاه، ترسيخ ثقافة احترام البيئة والتعامل البيئي في المناهج الدراسية، وأيضا وسائل النقل الحديثة التي تعتمد على مواد يعني تحافظ على البيئة. وبالتالي هذه الرؤية المصرية التي تحدثت فيها عن الثقافة الخضراء وداعية كل مؤسسات التمويل الدولية لدعم مثل هذه المشروعات، ومؤكدة على أن نحو 23% من العالم العربي الذين يروحوا ضحايا أو موتى بسبب القضايا البيئية، إن كان ذلك عن طريق التلوث أو عن طريق التصحر، وإشكاليات عديدة في هذا الاتجاه. هناك ترحيب كبير من الخبراء ووزراء البيئة العرب باستضافة مصر للمؤتمر الدولي الأهم بيئيا ومناخيا الشهر العام القادم، وشكرت وزيرة البيئة مصر كل الدول العربية والعواصم العربية التي دعمت مصر في هذا الاتجاه. نحن بانتظار إيمان بهذه التوصيات المهمة التي ستخرج بعد قليل، ربما أهمها على الإطلاق هو وجود اتفاقية عربية موحدة للتعامل مع القضايا البيئية. لكن هناك جزئية بيئية مهمة للغاية، وبها أكتب معك، إشكالية خاصة بالسفينة التي تحمل أكثر من 1,000,000 برميل في عرض البحر الأحمر عند الحدود القريبة من اليمن. علمنا من مصادر خاصة بأن هذه الإشكالية ربما سيتم إخراج توصية خاصة بها وترحلها اجتماع وزراء الخارجية العرب لما لها من انعكاس سياسي إلى حد ما، وإن كان هناك تصريح من المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة مؤخرا داعيا إلى ضرورة حل هذه الإشكالية لما لها من تأثير بيئي كبير على الدول المحيطة والمتشاطية على البحر الأحمر. هذا هو ملخص الأجواء هنا في ضوء اجتماع وزراء البيئة العرب داخل مقر جامعة الدول العربية. تفضل إيمان. أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل والمعلومات عوض الغنام مراسل إكسترا نيوز، شكرا لك. إلى موسكو إذن، حيث سجلت روسيا ارتفاعا قياسيا في الوفيات بسبب فيروس كورونا في الساعات 24 الماضية، ورصدت وزارة الصحة الروسية 986 وفاة وأكثر من 31,000 إصابة في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ بدء الجائحة، وأرجع الكرملين زيادة الوفيات إلى بطء حملة التطعيم في البلاد. هذا فيما قال فريق العمل الحكومي المكلف بالتصدي لفيروس كورونا في روسيا إن البلاد سترفع الحظر المفروض بسبب كورونا على الرحلات الجوية إلى دول من بينها تونس وسلطنة عمان اعتبارا من 9 نوفمبر المقبل. كانت الحكومة قد أوقفت الرحلات الجوية التجارية العادية إلى الخارج عندما بدأت الجائحة العام الماضي، لكنها عادت لتخفف القيود تدريجيا، ووجه حظر الطيران ضربة قوية لشركات الطيران الروسية. أما في باريس فقد أكد رئيس المجلس العلمي جان فرانسوا ديلفيرسي إن الإصابات في فرنسا جراء الموجة الرابعة من كورونا تتباطأ بسرعة كبيرة، مبديا تفاؤله بشأن تطور الوباء. وأضاف المسؤول الفرنسي إلى أن شروط خلع الكمامة سوف تتحقق في 12 مقاطعة اعتبارا من يوم الاثنين المقبل. قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد إن دفاعات بريطانيا ضد كورونا تعمل وإن وضع الوباء مستقر في الوقت الحالي. كما قال جاويد إنه بشكل عام تبدو الأمور مستقرة تماما في هذه المرحلة رغم ارتفاع الأرقام خلال الأسابيع القليلة الماضية. أما في كوالالمبور فأعلنت وزارة السياحة الماليزية أنه من المحتمل إعادة فتح مجموعة جزر لانكاوي أمام الزوار الأجانب، يأتي ذلك بعد أن تم استئناف الرحلات الداخلية للماليزيين الحاصلين على تطعيم ضد فيروس كورونا. كانت ماليزيا قد أبقت حدودها مغلقة أمام الزوار الأجانب منذ شهر مارس من العام الماضي. أما في تايلاند وافقت الهيئة الرئيسية المعنية بمواجهة أزمة وباء كورونا على خطة لإنهاء الحجر الصحي للمسافرين الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس القادمين من بعض البلدان اعتبارا من الشهر المقبل. وقال مركز إدارة أزمة كورونا إن القادمين جوا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين وألمانيا وسنغافورة سوف يتم إعفائهم من الحجر الصحي عند الوصول اعتبارا من أول نوفمبر.
إلى جاكرتا إذن، حيث أعادت إندونيسيا فتح جزرها السياحية أمام الزوار ل19 دولة بعد استقرار في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وأعادت جاكرتا فتح مطار نجوارا راي الدولي في بالي للرحلات الدولية بعد إغلاقه لأكثر من عام بسبب وباء كورونا. ويجب أن يكون لدى الزائرين شهادة تطعيم ضد كورونا وإثبات اختبار PRC السلبي بالإضافة إلى حجز فندق. طور باحثون هولنديون حقنة بدون إبر من خلال ابتكار جديد يعتمد على تكنولوجيا الليزر، مما يساعد الناس على تلقي اللقاحات دون الانزعاج من وخز الإبر. وتعتمد الفكرة على جهاز يستخدم شعاع الليزر في دفع قطرات صغيرة من السائل المراد حقنه عبر الطبقة الخارجية للجلد. في برلين، صرح أولاف تشولز مرشح الحزب الاشتراكي كمستشار لألمانيا بعد فوز الحزب بالانتخابات البرلمانية الأخيرة بأن المفاوضات الاستكشافية مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر فيما يعرف بحكومة إشارة المرور يمكن أن تنتهي بحلول ديسمبر المقبل. وعبر تشولز عن ثقته في إمكانية اختتام المفاوضات لتشكيل حكومة فيدرالية جديدة بنجاح مع الخضر والليبراليين. أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا حل مجلس النواب تمهيديا لإجراء انتخابات عامة نهاية الشهر الجاري. وتظهر استطلاعات الرأي أن كيشيدا يتمتع بدعم شعبي معقول بعد 11 يوما من توليه المنصب، في مؤشر جيد على استطاعته تحقيق هدفه بالحفاظ على أغلبية الائتلاف الحاكم في مجلس النواب. أعلنت الصين أنها سترسل 3 رواد فضاء إلى محطة فضائية غير مكتملة، بما في ذلك أول عضوة في الطاقم تزور المحطة، حيث من المقرر أن يبقوا لمدة 6 أشهر. وستكون هذه هي المهمة الثانية من بين 4 بعثات مأهولة إلى المحطة، والتي من المقرر أن تكتمل بحلول نهاية العام المقبل. وبدأت الصين بناء ما ستكون أول محطة فضاء دائمة لها في أبريل، مع إطلاق أول وأكبر الوحدات الثلاث للمحطة. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش إلى تضامن عالمي لمساعدة البلدان النامية المتضررة من الكوارث وغير القادرة على حماية نفسها. وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، طلب الأمين العام للأمم المتحدة من العالم تقليل المخاطر المنهجية لعدم زيادة حدة وتواتر الكوارث والتي ستزيد من الحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وشدد غوتاريش على أهمية بناء القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث باعتبارها أمرا حيويا لإنقاذ الأرواح وسبل العيش والقضاء على الفقر والجوع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير والسلطات المحلية إن الإعصار باميلا ضرب ولاية سينالوا غربي المكسيك باعتباره إعصارا من الفئة الأولى قبل أن يفقد بعض القوة ويتحول إلى عاصفة استوائية. من المتوقع أن تنتج العاصفة ما بين 4 إلى 8 بوصات من الأمطار، وذلك عبر ولاية سينالوا وغرب ولاية دورانجو في ولاية نياريت الشمالية، مما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات وانهيارات طينية كبيرة تهدد الحياة. لقي ما لا يقل عن 40 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات إثر اندلاع حريق في مبنى سكني بجنوب تايوان. وقال مسؤول إدارة الإطفاء إن النيران اشتعلت في المبنى المكون من 13 طابقا وأدت إلى تدمير العديد من الطوابق. ساعة
صرح مصدر أمني بأن الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الجيزة أبلغت بتاريخ 10 أكتوبر الحالي من أحد المواطنين بأنه علم من آخرين رؤيتهم لشيء يسقط من أعلى كوبري الساحل في دائرة قسم شرطة إمبابة ولم يتحققوا منه، مرجحين كونه سيارة ميكروباص. انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية مدعومة بكافة التجهيزات اللازمة لعمليات الإنقاذ النهري، حيث لم يتم التوصل إلى أي آثار لمفقودين أو لسيارة ميكروباص، وتم العثور فقط على غطاء سيارة كبير الحجم في قاع نهر النيل. باستكمال أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات من خلال التقابل مع العديد من شهود العيان وفحص مواقف سيارات الأجرة الميكروباص التي تمر بمحل البلاغ كخط سير لها، لم يستدل على أي سيارات مفقودة، بالإضافة إلى عدم تلقي الأجهزة الأمنية أي بلاغات تفيد غياب مواطنين أو فقدان سيارة أجرة ميكروباص في ذات اليوم وحتى تاريخه. وبتكثيف جهود البحث تبين أن سور الكوبري في محل البلاغ المشار إليه سبق واصطدمت به سيارة نقل، مما أدى إلى تصدعه، وفي وقت لاحق اصطدمت به إحدى مركبات التوك توك بذات الجزء من السور، مما أدى إلى سقوطه لضعفه. كما أمكن لفريق البحث تحديد صاحب مركبة التوك توك، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إتاحة موقع إلكتروني لتسجيل حضور وغياب الطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي 2021-2022. وأكد المركز أن آلية تسجيل الحضور والغياب للطلاب بالمدارس خلال العام الدراسي الحالي كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير، حيث يتم تسجيل وحضور وغياب الطلاب من خلال السجلات والكشوف المخصصة لذلك داخل المدارس، مشيرا إلى أن الحضور بالمدارس يتم بشكل نظامي وبحضور كامل للطلاب على مدار العام الدراسي، وكذلك يتم تسجيل كل من الحضور والغياب بشكل إلزامي وليس اختياري، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية. عقدت وزارتا التخطيط والصناعة اجتماعا تنسيقيا لمناقشة آليات تنفيذ محور التنمية الاقتصادية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة سعيد أن حياة كريمة هي أكبر مبادرة تنموية في العالم من حيث التمويل وعدد المستفيدين، وتم على مدار 3 سنوات تمويل نحو 58 مليون مستفيد بقيمة 700 مليار جنيه. ومن جانبها قالت وزيرة التجارة نيفين جامع أنه من المستهدف إنشاء مجمعات صناعية وحرفية في القرى الأم في إطار هذه المبادرة. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية في قرية البدراوي التابعة لمركز كفر السعد ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين. هذا وتضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، كما تم تلقيح كبار السن بلقاح فيروس كورونا بعد التسجيل على الموقع وتدليل كافة العقبات أمامهم وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة لمواجهة الفيروس. تتواصل فعاليات الدورة الثالثة لمعرض تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية. يشارك في هذا المعرض نحو 1500 عارض، بالإضافة إلى عدد من الدول الشقيقة كالإمارات والأردن والسودان، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتجارة البينية الإقليمية وتعزيز الروابط بين الشعوب. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا أحمد عبد الرازق. أحمد، كيف تجري مجريات اليوم الجديد في هذا المعرض؟ تحياتي لك أحمد. يعني بالفعل دعنا نتفق أن ما يحدث في معرض تراثنا يعلو به من كونه مجرد معرض للمنتجات والحرف اليدوية إلى
منتدى أكبر من ذلك بكثير أو يعني فعالية أكبر من ذلك بكثير، فهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، يضم أكثر من 1500 مشارك أو عارض كما ذكرت. هناك العديد من الفعاليات التي لا تقتصر فقط على عرض المنتجات، فبالأمس كان هناك ديفيليه، حضر هذا الديفيليه وزيرات مصر وكبار مصممي الأزياء في مصر هنا في هذا المكان بالفعل، والعديد من الفعاليات الأخرى. هناك جناح خاص لحياة كريمة والمنتجات الخاصة بأسر حياة كريمة، هناك جناح خاص بالطفل المبدع. اليوم هو اليوم قبل الأخير، ربما غدا ينتهي أو تنتهي الأيام المقررة لمعرض تراثنا، ولكن لازال الجمهور يتوافد إليه، وندعو من لم يأتي بعد إلى معرض تراثنا أن يلحق أو ينتهز هذه الفرصة للتعرف على كل هذا الكم من الفنون التي تأتي من كل ربوع مصر ومن كل محافظات مصر، لتعرض الهوية المصرية ممثلة في هذه القطع الفنية الفريدة. بالفعل ربما نجد القطعة التي صنعت في محافظة الفيوم مثلها في الشرقية مثلها في الصعيد، قد تختلف في اللون أو في بعض من التصميم، لكنها في النهاية تحمل ملامح هذا الموروث الثقافي المصري الأصيل، أو تترجم معنى الهوية المصرية. ربما إذا صنع أحدهم قطعة فنية في الصين ليصدرها إلى مصر، هو يصنعها بالمفردات المصرية لتتناسب معنا، ولكننا نصنع ما يشبهنا. بالفعل معرض تراثنا يعرض هذه المنتجات التي تشبهنا، المنتجات التراثية المصرية التي تحمل القيم الجمالية المصرية، من كل الخامات المستخدمة كما ذكرنا ربما من قبل، الزجاج والنحاس والأخشاب والفخار والغزل والمنسوجات وغيرها، هذا كله متاح وموجود في معرض تراث. لذا ندعو المواطنين الذين لم يأتوا بعد إلى هذا المعرض أن ينتهزوا هذه الفرصة، وينتهزوا اليوم والنصف المتبقيان على انتهاء هذا المعرض لاقتناء هذه التحف الفريدة وهذه القطع المميزة، والاستمتاع بالتجول بين كل هذا الزخم من الفن المصري الجميل الذي أبدعته الأيادي المصرية المختلفة. هذا هو ما رصدناه على مدار اليوم، وأعود إليك مرة أخرى أحمد. أنا أؤيدك أيضا أحمد عبد الرازق بأهمية أن يستغل الناس فرصة وجود يوم واحد فقط في معرض تراثنا لزيارة هذا المعرض المهم. أشكرك جزيل الشكر مراسل إكسترا نيوز أحمد عبد الرازق. الآن مشاهدينا الكرام وقفة مع أخبار الاقتصاد. افتتح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد عبد الوهاب أول مركز متكامل لخدمة المستثمرين بمحافظة الفيوم، وهو 14 على مستوى الجمهورية. أشار رئيس الهيئة إلى أن المركز سيقدم خدماته لأكثر من 2900 شركة قائمة بمحافظتي الفيوم وبني سويف، تعمل في كافة القطاعات والأنشطة الاستثمارية المختلفة، كما سيسهم في تيسير وسرعة أداء الخدمات المتعلقة بتوسعات الشركات القائمة وجذب شركات جديدة للعمل. تفقد وزير البترول طارق الملا عددا من مشروعات التكرير في المنطقة الجغرافية البترولية في محافظة الإسكندرية، وشدد الملا على أهمية مواكبة خطط تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالإسكندرية، مشيرا إلى ما تتمتع به المنطقة من إمكانيات لإحداث طفرة تستحقها وتقدمها ككيان بترولي يعكس حجم الجهود المبذولة ضمن استراتيجية التطوير الشاملة لكيانات قطاع البترول، ويقدمه بالصورة التي يجب أن يكون عليها في الجمهورية الجديدة. أكد وزير البترول طارق الملا أن المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي كوقود في السيارات أدت إلى إحداث طفرة في هذا النشاط وزيادة أعداد المحطات لمقابلة هذا التوسع. وأضاف الملا أن شركة غاستيك تسهم بفعالية إلى جانب الشركات الأخرى العاملة في هذا المجال، تسهم في تحقيق استراتيجية الوزارة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل، بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي للوصول بأعداد المحطات إلى 1000 محطة.
بدأت وزارة التنمية المحلية في تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للقائمين على تطبيق قانوني انتظار المركبات في الشوارع والمحال العامة بالمحافظات حتى نهاية أكتوبر الحالي. وقال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إنه تم تقسيم المحافظات إلى 6 مجموعات، وسيتم تجميع ممثلي كل مجموعة لحضور البرنامج التدريبي بشكل عملي على أرض المحافظة المستضيفة لتلك المجموعة بحضور ممثلين من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط والشركة الهندسية المنفذة للمنظومة الإلكترونية لإصدار تراخيص المحل العامة. خفضت أكبر المعاهد الاقتصادية في ألمانيا توقعاتها المشتركة لمعدل نمو البلاد هذا العام إلى 2.4%، وذلك في ظل استمرار معوقات الإمدادات في إعاقة التصنيع، فيما رفعت المعاهد توقعات النمو للعام المقبل إلى 4.8%، مشيرة إلى أن الاقتصاد الألماني سيصل إلى المعدل الطبيعي خلال العام المقبل. ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم رغم أن بيانات المخزونات الأمريكية الأولية تشير لارتفاعها، وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1% إلى مستوى 84 دولارا للبرميل، كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي بأكثر من 1% لتصل إلى 81 دولارا للبرميل. استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في شهر قبل صدور بيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عن الأسبوع الماضي، واستقرت العقود الآجلة للذهب عند 1793 دولارا للأوقية، فيما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 1%، لتصل إلى 1794 دولارا للأوقية. وسريعا لأخبار الرياضة. تتواصل فعاليات بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، والتي تستضيفها مصر حتى 18 من أكتوبر الحالي. وفرت اللجنة المنظمة جميع عوامل الأمن والسلامة الصحية والطبية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. تتصاعد أصوات البنادق في الهواء إذاناً بانطلاق بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في الفترة من 11 وحتى 18 من أكتوبر الجاري. النهاردة نقدر نقول إن هو في حدث كبير جدا بوجود عدد كبير من المشاركين في هذه المسابقة. النهاردة اليوم الأول، ودائما في هذه المسابقة اليوم الأول بيكون عدد المشاركين ليس بكبير، ممكن يصل إلى 140 أو 160. النهاردة 270 رامي فقط بيشاركوا، بالإضافة إلى الحاضرين للمشاهدة حوالي 200. إحنا قربنا من 500 رامي ورمية و إداري مشاركين النهاردة في البطولة، بأكبر عدد تم مشاركته على مستوى العالم. لو هنتكلم على التنظيم فإحنا عايزين لازم نعرف نقول اللي إحنا عندنا من القامات اللي في مصر. عندنا سكرتير عام الاتحاد الدولي اللي هو البيرو دوناتو، وده موجود عندنا، ده مصري طلياني. وعندنا الرئيس اللجنة المنظمة كلود فتال مصري. فالتنظيم على أعلى مستوى، طول عمر مصر بتبقى تنظيمها على أعلى مستوى، ودي مش أول مرة تحصل بطولة عالم قبل كده. وفرت البطولة للاعبين جميع عوامل الأمن والسلامة الصحية والطبية في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا. الميادين عدد 5 ميادين، بيرموا في الرماة، بيرموا في كل ميدان طبقين. في الراوند الأولاني يعني 10 أطباق، الراوند الثاني هيبقوا 10 أطباق برضو، طبقين في كل ميدان. وبعد كده بتتحسب النتيجة، بنشوف مين اللي ماشي ستريت أو ما جلاش خالص الباق، ومين اللي عمل جلال. لما بيبقى فيه تعادل بنعمل حاجة اسمها شوت أوف علشان ترتيب مراكز. احنا عاملين بارتيشن، البارتيشن ده هو استشفاء رياضي نزل تحت رعاية الاتحاد المصري للرماية. بنقدم حاجتين أساسيين، الحاجة الأولانية وهي الاستشفاء الرياضي. بنستخدم فيه حاجات كتير جدا، ممكن الاستشفاء بضغط الهواء، جهاز ضغط الهواء، او بنستخدم المساج ديفايسز زي المساج جان، او بنشتغل الاسترتشات بشكل مانيوال يدوي، او بنشتغل التدليك اليدوي. وتعد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية من اكبر المنشآت الرياضية على مستوى مصر والشرق الأوسط وافريقيا، وبها اكبر ميدان رماية على مستوى العالم
مما يجعل مصر أيقونة تنظيم البطولات العالمية. فاز محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بجائزة جديدة في مسيرته الحافلة بالدوري الإنجليزي الممتاز البريمير ليج. وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين بالدوري الإنجليزي فوز صلاح بجائزة أفضل لاعبي البريمير ليج لشهر سبتمبر الماضي وفقا لتصويت الجماهير. ويواصل صلاح تألقه مع الليفر هذا الموسم حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف متساويا مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي. يستعد فريقا الأهلي والزمالك إلى خوض غمار بطولة دوري أبطال أفريقيا من دورها 32 بلقاء الحرس الوطني من النيجر وتسكر الكيني على الترتيب. يسعى قطب الكرة المصرية للتألق أفريقياً والذهاب بعيداً في البطولة المحببة لدى الجماهير وهي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يشارك فيها الأهلي والزمالك من دور 32. ويبحث الأهلي وجماهيره في البطولة التي يحمل لقبها لعامين متتاليين عن النجم 11 في تاريخ النادي بعدما نجح المارد الأحمر في التتويج بالبطولة الأغلى قارياً على مستوى الأندية لعشر مرات سابقة والمشاركة في كأس العالم للأندية. وضربت الإصابات الأهلي قبل ساعات قليلة من السفر للنيجر لخوض لقاء الحرس الوطني في ذهاب دور 32 بدوري أبطال أفريقيا المقررة السبت. ورغم فارق المستوى لصالح الأهلي حامل اللقب في آخر نسختين لكن الإصابات تثير القلق لدى الجهاز الفني بقيادة موسيماني قبل مواجهة بطل النيجر الذي سيلعب اللقاء بمعنويات مرتفعة على أرضه. أما القطب الآخر الزمالك فيشارك في البطولة بمعنويات عالية بعد تتويجه ببطولة الدوري المحلي على حساب غريمه التقليدي الأهلي بعد غياب كبير عن البطولات. ويلتقي المارد الأبيض مع تسكر الكيني السبت في إطار مباريات ذهاب دور 32 في دوري الأبطال. ويسعى الزمالك إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه قبل خوض الإياب في مصر بعد نحو أسبوع من أجل تحقيق التأهل إلى دور المجموعات. ومن المتوقع بنسبة كبيرة وصول الأهلي والزمالك إلى دور المجموعات بالبطولة الأغلى للأندية قارياً والاقتراب أكثر فأكثر نحو حصد اللقب الغالي على جماهير كرة القدم المصرية والظهور في بطولة كأس العالم للأندية العام المقبل. يأمل باريس سان جيرمان في تخطي خيبة الأمل التي تلقاها في الجولة الماضية من الدوري الفرنسي بالخسارة أمام الريم بهدفين دون رد وذلك حين يستضيف أنجي الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة. هذا ويمتلك باريس سان جيرمان في رصيده 24 نقطة يتصدر بها ترتيب فرق الدوري الفرنسي ويبتعد بفارق 6 نقاط عن لونس صاحب المركز الثاني. يستضيف منتخب الأرجنتين نظيره منتخب بيرو في تمام الواحدة والنصف من صباح الجمعة ضمن منافسات الجولة 12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم للعام المقبل. أسعى منتخب الأرجنتين بقيادة نجمه ليونيل ميسي للفوز على بيرو لتعزيز الوصافة وقطع خطوة جديدة نحو بلوغ كأس العالم لعام 2022. وخاض منتخب الأرجنتين 10 مباريات في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم، فاز في 6 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات، ولم يتذوق طعم الخسارة. ويستضيف منتخب البرازيل نظيره منتخب أوروغواي في 2:30 من صباح الجمعة على ملعب أرينا دي أمازونيا ضمن منافسات أو مواجهات الجولة 12 من منافسات تصفيات قارة أمريكا الجنوبية لنهائيات كأس العالم 2022. يدخل منتخب البرازيل مباراة وهو يحتل صدارة التصفيات برصيد 28 نقطة من 10 مباريات في حين يوجد منتخب أوروغواي في المركز الرابع برصيد 16 نقطة من 11 مباراة. وكان منتخب السامبا قد خسر أول نقطتين في التصفيات في الجولة الماضية بالتعادل أمام مضيفه الكولومبي بدون أهداف.
فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تحقيقا في الاشتباكات التي حدثت في استاد ويمبلي بين الشرطة ومشجعي المجر خلال مباراة ضد انجلترا يوم الثلاثاء الماضي. وأشار الفيفا إلى أنه بعد تحليل تقارير المباريات فتح الفيفا تحقيقا بالإجراءات الانضباطية بشأن مبارتي انجلترا والمجر وكذلك ألبانيا وبولندا في تصفيات كأس العالم لعام 2022. وأدان الفيفا بشدة الأحداث التي وقعت في المبارتين وأكد أن موقفه يظل حازما وصارما في رفض أي أشكال للعنف أو التمييز أو الإساءة. مشاهدينا وصلنا بهذا لختام هذه الجولة الإخبارية، إليكم الآن تذكيرا بالعناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يشدد على أهمية التوصل لاتفاق قانوني عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة. الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة في ظل الوضع الإقليمي المضطرب. الجيش اللبناني يسير دوريات للبحث عن مطلقي النار خلال مظاهرة في بيروت. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv. يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام وأيضا يوتيوب. شكرا جزيلا على طيب المتابعة. قدمنا لكم هذه الجولة الإخبارية الزميل أحمد بشتو وأنا إيمان الحويزي. إلى اللقاء.